السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة واي ستريم تيم. يلا حيوم شباب، وهذا معنى التحديث الجديد. واليوم اليوم اليوم بتكلم عن اللعبة مع عليكم. ما حصل مثل ما صار مع بيبي في الفيديو الماضي. بس قبل نبدأ أحب أقول أني لاحظت أن في كثير من الناس جالسين يحاولون يلاقون نادي، أو بعض النوادي تحاول تلاقي ناس للعب معهم. فأنا بسوي إن شاء الله فقرة جديدة اللي هي جسمه أظهر ناديك وأظهر نفسك. ففي الفقرة هذه راح أطلب منكم للي حاب إني أحط اسمه أو النادي حقه في الفيديو حقي، يكون فيديو خاص مستقل لاستقطاب يعني الأشخاص أو النوادي، بحيث إنك أنت تعلن عن ناديك أو تعلن عن نفسك إنك تبي نادي عن طريق أحد الفيديوهات حقتي، يكون فيديو خاص للاستقطاب. ويعني هذا ودي أنا صراحة أساعدكم إنك تلاقون يعني النادي المفضل لكم أو النادي اللي يعني اللي مو فعال يصير فعال. بصراحة ودي أساعدكم فيها، فأحتاج من الجميع أن يرسل على الإيميل arabdreamteam@gmail.com اللي راح يكون مكتوب في الملاحظات تحت الفيديو حق اليوتيوب. راح يكون في اسم الإيميل وراح يكون في بعد الضوابط إيش ترسل عشان أنا أقدر أبينها في الفيديو الجاي بإذن الله. للناس اللي يبون يعرضون نفسهم ممكن ترسلون الاسم اللي في اللعبة أو اسم الشخصية اللي حابين ورقم المعرف وطريقة التواصل. طبعا بعض الناس ما يحبون يحطون جوالاتهم الشخصية عشان يشوفون كل، عشان مثلا طبعا فيديوهات حقي يعني يشوفها من 500 إلى 1000 شخص تقريبا. فإذا ما ودك تحط رقمك الشخصي عادي حط رقم الجوال، حط رقم، معلش حط رقم، حط إيميلك وأنا حطها في الفيديو. هم راح يتواصلون معك عن طريق الإيميل النادي اللي يرغب فيك، وتحط بعد قوة الفريق حقتك. إذا حاب تحط صور فريق ممكن تحط صور، بس يعني ممكن تحط صور. وللنوادي اللي حابة تستقطب ناس فعالة ترسلوا لي اسم النادي، ترسلوا مثلا اللي عندكم أي تذكر عندكم أي شو اسمه، عندكم اي تعليمات او عندكم مثلا اي قوانين خاصه بالنادي اقدر اني احطها في الفيديو، بحيث انكم بحيث اني اقدم عليكم يعني يفهمون التعليمات حقتكم. وطبعا طريقه التواصل للنادي راح احطها بالفيديو، وان شاء الله هذا راح يكون الفيديو الجاي باذن الله. فخلونا نبدا مع بنر برازيل. قبل ما نبدا راح نشوف الفيديو حق البانر، طبعا ما راح اتكلم علشان يعني تشوفون الفيديو كامل بدون اي تقطيع صوت، فتفضلوا. فلازم تشوفون رهيبة حركاتهم مرة. فخلنا نبدأ مع الشرح، راح يكون شرح مبسط وسريع عشان نخلص معكم بسرعة وعشان ما يعني نطولون في الفيديو هذا. فأول ما نروح له إن شاء الله ليش احتفظ القصة فضول حنا عند اللاعبين. متحمس بيلعب على طول. طبعا راح يكون البنات طبعا مثل البنات الماضيه حقت كاس العالم اللي هي 6 سحبات، ومن بينها عندك فرصه ان 50% يجيك اس اس ار، يجيك واحد مضمون اس اس ار، وفي الاخير لاعب مضمون جديد اس اس ار. طيب الحين احنا عندنا 3 لعيبه جدد راح نتكلم عنهم، اللي هم بيبي سانتانا وليو. وهل ومدى فائدتهم وهل فعلا يعني يستحق السحب عليهم او لا؟ اول لاعب جديد معنا راح يكون اللي هو بتكلم عن سانتانا اول شيء. طيب سانتانا لونه احمر الجديد ومهاجم طبعا. الحين شوفوا تشوف طاقاته، انا صراحه طاقاته اشوف انها حلوه. طيب قريبه جدا من سانتانا الاحمر الماضي، بس سانتانا الاحمر الماضي اللي جاء مع تسوباسا في الانيفرساري
او العيد حقهم كان تحمل حق اقوى، التسديد والقوه تقريبا مشابهه بعض، فهو هجوم محنك، معروف ان سنتانا هجوم. فزي ما تشوف طاقات التسديد عنده مره عاليه، بس الاشياء الثانيه كلها اللي تدعم التسديد مقبوله، الاشياء الثانيه مقبوله مثل التدخل، طبعا دفاعيه جدا بسيطه معروف للهجوم. التمرين 5900 علشان يسوي 1-2 يعني حلوه، الاسلوب 5400 معقول. مراوغة توقعت انها تكون اكثر صراحه، كان ودي انها تكون المراوغة اكثر من كذا صراحه. المعروف ان سنتانا يراوغ بشكل يعني ممتاز، بس مراوغة شوي شوي يعني ما هي باك زود، والسرعه ما هي بالسرعه ما هي باك زود. فبالنسبه هنا عندي انا مشكلتي مع سنتانا للاسف. مشكلتي مع سنتانا شيء واحد بس، شيء الشيء الاول انه اوريدي عنده نسخه حمراء جت قبل شهر، فما ادري ليش صراحه جاء يعني معطينا واحد ثاني احمر، يعني خلاص يعني استعمل هذا استعمل اللي قبله، واللي قبله طبعا افضل بكثير اللي قبله. المشكلتي مع هذا حركته تتطلب ان عندك بيبي وليو، هذه مشكله كبيره جدا، لان ما في فائده انك تحط سنتانا ومع شوته الا لازم ليو وبيبي معك، يعني هذا راح يكون اوكي. حتى سنتانا كان قوي كطاقات ويعني وشغل طاقات وشيء ثانيه، بس برضو يظل انه لازم يكون عندك بيبي وليو، وهذا يعني اكثر شيء سلبي في الكرت هذا. طبعا مهارات الفريق شيء مره ممتاز، لعبوا الهجوم كل احصائيات 15% او امريكا الجنوبيه 10%، هذا صراحه مره جميل مهارات الفريق، بس برضو انك تاخذ سنتانا هذا تحطه معك علشان بس مهارة الفريق انا اشوف انه ما تسوى ابدا، مره ما تسوى. المهارة الخاصة حقتها صراحة انا عجبتني، يعني كثير عندنا في الجروب ما عجبتهم، بس انا مرة عجبتني، اللي هي تجاهل النوع، تجاهل فعالية النوع ضد النوع الذي تعاني من ضعف اتجاهه. مثلا الاحمر ضد ازرق، اذا جاء قدامك لاعب ازرق راح يكون يعني حسبته ان الازرق راح يكون اقوى منك لان لون اقوى، بدل مثلا ما يكون التدخل حق الازرق 1000 راح يصير مثلا 1900، ممكن يصير بعد 2000، انا ما اعرف صراحه الحسبه كم، بس انها اعلى بيصير اقوى من الاحمر. الحين هذا يمحي لك الشيء هذا، يعني لو قدامك مثلا حارس سالينس الازرق او مدر الازرق حرفيا اللون ما راح يعمل له شيء وراح يشوت فيه، يعني راح يعني تزيد نسبه انه يجيب هدف. بس نرجع نقول ان هذه فقط افضل شيء عنده تقريبا، بس هذه مهارتين هذه اللي افضل شيء عنده، بقيه يعني بصراحه ما يسوى انكم تسحبون على سنتانا. ولو جاك يعني شوف لو جاك وما عندك سنتانا اوكي حطه بس احتياط عشان تاخذ منه مهارة فريق بس، يعني حتى بعد ما يتسوى انك تعطيه حركة اس ولا حركة اي ثانية شوتة، بس ممكن تعطيه حركة بي 60 اللي هي شوتة من بعيد اللي ما تفقد قوتها حتى لو شوتة من بعيد، كذا ممكن يفيدك شوي، بس هذه صراحة حرام صراحة مع ليو بيبي. وليو بيبي يعني مو بذاك الزود انك لازم تحطهم معك كل شوي يلعبون معك. فسنتانا انا اقول لا شكرا بصراحة، سنتانا اللي قبله كان افضل بكثير، يعني تمرير حق اعلى والتمرير اعلى وتسديد اعلى والقوة اعلى وسوب تقريبا اعلى، فخلاص يعني نحن قلنا 7000 كان 5000، يعني هذا اقوى بكثير يعني بالنسبة اللي انا، يعني حتى عندك تزداد مهاتف خاصة بارتفاع الطاقة 32%، هذا راح يزيد 30%، وهنا يحتاج بس تباسة تقريبا 24 ساعة معك، اصلا اغلب الناس عندهم تباسة، فهذا افضل بكثير. اللهم بس مهارة الفريق حقت هذاك افضل. هذا بالنسبة لي سنتانا. بالنسبة لي ليو، طيب ليو يا ليو ليو حاطينه مهاجم، ولكن مهمته هي التمرير، واكثر شيء عند التمرير والاسلوب. طبعا بقية الاشياء شوف كلها 5400 5400 5، يعني جدا جدا تعبانه طاقتها كلها الا التمرير، يعني هو يعني قوته انك تحطه هجوم يمين او هجوم يسار جناح وتخليه يناول الهجوم الوسط فقط لا اكثر ولا اقل، هذه مهمته. ولكن الشيء اللي حلو فيه ان كل احصائيات تزيد 25% خلال كرة القدم المطلقة الفول باور، اذا استعملت الفول باور راح يزيد كل شيء 25%، يعني راح يصير تسديد يعني عالي صراحة.
احسن يعني التسديد نعطيه حسبة سريعة بدل 5365 راح يصير خلنا نحسبها السريع صح 6706 برضو بسيطة يعني يعني برضو ما هي بعالية مرة يعني كان مفترض ان لو انه مهاجم على الاقل اعطوه التمرير وتسديد يعني على الاقل يعني ولكن هم حاطين عشان تحطه بس بجناح تحط جناح وتعطيه تمرير وعنده ضربة مزوجة مع سانتانا وعنده مراوغة حتى مراوغة يعني ما هي بذاك الزود 5600 السرعة بعد 5400 فليو صراحة انا يعني شوف هو افضل من ليو الاولي بالراحة يعني ليو الاولي كان ابعد كان بعد اخضر نفس اللون فلو عندك ليو ثاني لو عندك ليو اصلا قديم وطلع لك هذا بدله معه وامورك طيبة طبعا مهارة الفريق حقته ممتازة مثل سانتانا مثل بيبي كلهم عندهم نفس الهجوم ولكن برضه اقول ليو ما يسوى يعني يفضل جناح يكون عنده مراوغة يكون عنده مثلا تمرير وتسديد يعني يكون على الاقل عندك شخص زيادة يسدد ضد الهجوم الان ناتي لحبيبي ابن بيبي ناتي لبيبي طيب شوف انا اسف اللي بقول الكلمة هذه بس بيبي صراحة رهيب والله بيبي رهيب انا مرة عجبني بصراحة انا عجبني يعني مرة يعني حاطينه بالضبط تعرف ايش تسوي عنده التسديد عالي 3700 وعنده القوة 3226 يعني تعتبر ترى مرة عالية يعني كلاعب زي بيبي تعتبر مرة عالية ترى عنده طبعا مراوغة 5600 يعني شوي شوي فوق النص التمرير للأسف انه قليل 5400 الأسلوب والسرعة بعد قليلين بس يعني لو انا باخذ لو طلع لي يعني بخليه في احتياط لان اذا حطيته في الاحتياط يزيد احصائياته 25% نفس ليو فهذا حطه في الاحتياط نزل الشوط الثاني واذا عندك لاعب مثلا تعبان في الهجوم ودوس يا حبيبي دوس خليه يجيب لك اهداف عنده اقل تمرير وعنده تدخل وعنده شوته للاسف ضعيفه 440 كحد اقصى ولكن يعني اشوف انه هو افضلهم بصراحه افضل ثلاثه هو بيبي من جدد ما فيها اي كلام افضل الثلاثه بيبي بلا منازع انا اسف اني اقول الكلام هذا بس هذا هو الحق هذا هو الحق هنا عندنا ف صراحه البانر مو مره يشجع بصراحه ولكن الوحيد الشيء اللي يشجعني اني اسحب في البانر او انكم حتى انتم تسحبون في البانر انه في سلينس الازرق في سلينس الازرق القوي اللي هو هذا حق كاس العالم ارتقاء 9024 والاسلوب 6090 والقوه 4915 ترى قوي جدا جدا قوي خصوصا ان عنده خفض استهلاك الطاقه 20% يعني الاس هذه تستعملها يمكن 5 مرات او 6 مرات في اللعبه ممكن 7 مرات مع الفل باور تستعملها 9 مرات يعني ما راح يعني يفيد اللي ما عنده حارس ازرق انا اقول اسحب البنر بس عشان حارس مثل مولر لما جاء البنر حق المانيا بالضبط يعني يسوى انك تسحب فقط عشان حارس او علشان بعد ناتوريزا البيك اب اللي بيجي معه الاحمر صراحه مره قوي انا ودي فيه انا مره ودي فيه من زمان يعني يلعب مهاجم وسط شوف طاقاته 6000 7000 6000 القوه 6000 يعني محنك جدا صراحه مره قوي التحمل عنده 1058 عنده اللي هي تحسين مهاره الشده منخفضة للتسديد المنخفضة 20% يعني هذه راح تزيد 20% قوتها يعني صراحة مرة خرافي أنا بصراحة أشوف أن البنر كامل يسوى علشان ناتوريزا وسالينس والبرتو يعني تخيل اللعيبة القدامى هم اللي يسوون مو الجديدين بصراحة بس من الجدد أكثر واحد يسوى بيبي بصراحة مع أن الهجوم الأزرق يعني مرة كثير بس حطه في احتياط وخليه يزيد قوة الهجوم عنده 15% يعني وإذا عندك يعني لعيبة ساوث أمريكان يعني سوى فريق مثلا أمريكا الجنوبية يعني صراحة أني بيكون عندك يعني خير لاعب على قولتهم طبعا عندنا ألبرتو اللي بيجي معنا بعد تدخل 6200 والسرعة 5600 يعني ترى قوي مش مذاك الزود اللي واو قوي بس انه يعتبر قوي ترى صراحة يعني والقطع عنده 6400 جدا بعد عالي فا يعني تدخل قطع سرعة أسلوب هذا يكون البيلد حقه علشان تعطيك تكسر حدوده عنده هنا هذه ممتازة
يزيد حجم استهلاك طاقة لاعبي الخصم 20%. يعني إذا عندك لاعب بيسوي أي حركة راح تزيد استامنة حقته 20%. يعني أبد خلى قدام في النص طيب غلط طيب أوكي خلى بس شو اسمه خلى في النص أو خلى يصير يسوي يعني مواجهة بين واحد وشوف طاقته كلها تروح، وهذا صراحة مرة مرة مفيدة جدا. فيعني أنا أقول يعني اللي بيسحب البانر إذا ما عندك حارس اسحب صراحة عشان حارس، إذا عندك حارس أوريدي ممتاز أزرق يعني أنا أقول لا تسحب في البانر هذا ولا ضيع كورك أبدا. أنا ما عندي حارس طبعا كالعادة فبسحب فيه إن شاء الله. فنقول إن شاء الله بكرة بإذن الله راح يكون عندنا البث الحي الساعة 4:30 إن شاء الله، لأن صار عندي ارتباط الساعة 8 فلازم أسوي بث مبكر. أنا آسف إني سمعت مبكر، راح يكون الساعة 4:30 إلى الساعة 6:30 إن شاء الله ساعتين. ممكن في البداية أول نص ساعة ألعب بلاي ستيشن 2 مباراة واحدة على بال لأن الناس يعني يريحون شوي ويجون، يعني ممكن نبدأ السحبات على الساعة 5. أنا أشوف إنها كويسة 5:45 كذا نصير نبدأ السحبات. فرح نبدأ في البداية على بلاي ستيشن 2 إن شاء الله مباراة واحدة مباراتين بالكثير، بعدين نحول على تسوباسا دريم تيم إن شاء الله ونبدأ بالسحبات والمباريات معكم بإذن الله. فشكرا على يا شباب على حسن الاستماع والإصغاء وشير لايك سبسكرايب طبعا. ودنا يعني نصير قناتكم هذه يعني أكثر شهرة وتستقطب ناس أكثر وتساعدكم وتفيدكم بإذن الله. ولا تنسون للي حاب يعرض نفسه كلاعب يعني عشان ينضم لنادي، أو نادي حاب يعرض يعني خدماته إنه يستقطب ناديين ثانيين، ارسلها لي على الإيميل اللي راح أكتبه في الملاحظات حقت الفيديو. وفي أمان الرحمن، مع السلامة وبالتوفيق طبعاً.